يقولون بعد الماضي بعير ما ينسى ثاره، وثعلب في مكره ودماره، يزرع لك شهود من أول يوم في عمرك، يتبعون أثرك في كل خطوة تخطيها على الأرض وفي كل مكان وزمان من محطات عمرك. الماضي إذا أنت دايس له على طرف ومزعله، شهود ذيابه مسهورة متأهبين ينطرون ساعة الصفر وإشارة الهجوم، يطلقهم عليك الماضي في يوم من الأيام ومن حيث لا تحتسب ولا تدري، يذكرونك فيه ويقلبون عليك المواجع، فاتحين دفاتر ويحاسبونك، عقب الحساب يبدأ العقاب، ينهشون كل اللي تحقق من أحلامك ويهدون ساس بنيانك ويشطبون اسمك وينشرون صحايف ماضيك السودة تتناقلها الأجيال والأزمان، لأن الناس ما تنسى. صقر بالسيف، صقر وصقر، أغنى الرجال مال وأخلاق ونخوة وشهامة ووفاء، صفحة ماضيه أبيض من لون الحليب، وما اختلف على حبه وتقديره لا عدو ولا حبيب، إلا عائلتي أنا اللي نعصبت العداوة والكره والحقد، وقفته هذه في السوق آخر وقفات نخوته وشهامته ويا الناس في سنة الجدري، هذه السنة اللي غيرت مجرى حياتنا كلنا. يا جماعة الخير، يا أهل الديرة، قربوا، سمعوني عدل. في حياتنا ذقنا الحلوة والمرة، مرت علينا سنين ضيم راوتنا الويل، تعبنا وشقينا وصبرنا وتحملنا، وربنا الوهاب عوض صبرنا خير وقدرنا نعبرها بسلام، ما ياع فينا فقير ولا تعرى يتيم ولا انكسرت أرملة ولا انذل عزيز، واليوم ربنا ابتلانا من جديد واحنا راضين، راضين بنصيبنا. سمعتوا عن كم واحد من جماعتنا من هل الديرة صابهم اليدري، وهالمرض يا كاف الشر ينتشر مثل النار في الهشيم ويحصد في طريجه الأرواح، علشان كذيه لازم نستعد ونتحصن. شو اللي تشوفه انت وتامر علي يا صقر؟ الله يديم عزك يا عبد اللطيف، ما ابي اكلف على احد فيكم، انا واعوذ بالله من كلمه انا بسوي معزل للريايين ومعزل ثاني للحريم في وحده من مزارعنا للي ينصابون، واكل اللي في المعزل واكل عيالهم وبيوتهم اللي بيتركونا مجبورين بيطلع لهم كل يوم من بيتي. جزاك الله خير، ما قصرت، بيض الله وجهك. واللي ينصابون مجونين لي، إن كان بربيه ولا بألف، أنا مسامحهم لوجه الله. كثر الله خيرك والله يبارك لك في اللي عندك، راعي جود وكرم ونخوة وشهامة، وافي الوفي.
الماضي بكل سطوته وقوته وجبروته وصل لعند عبد العزيز اللهوب ووقف. ما قدر يحرك شعره من راسي أو يكشف سر واحد من أسراري لليوم، وأنا عمري الحين 93 سنة، مع أن الشاهد على ماضي ناصر بن ناصر عاش وياي العمر لحظة بلحظة ومشى معاي في دروب دنياي خطوة بخطوة، لكن أنا الوحيد من بين كل الناس قهرت الماضي ودليته وحرقت دفاتره قبل لا يطلعونها شهودة ودفنتهم تحت هالنخلة. دفنت سر حياتي ودفنت ماضي وعطيت ظهر لهالمكان وطلعت من هني من 75 سنة. ليش لازم ندفن الحفرة؟ عشان يندفن سرنا في بطنها ونمسح كل شيء وما نترك أثر. اسمعني، قبل لا نروح أبغيك توعدني من عقب الليلة سرنا اللي دفناه هني ما أبغي يطلع حتى لو كنت قاعد ويا نفسك. عهدتك ووعدتك من البداية، والحين بعد عهدك ووعدك وأبغيك توعدني بعد، طلعتنا الليلة من هني ما لها رجعة. في هذه ما وعدك، قلت لك ياها قبل وارجع اقول لك ياها الحين. اذا ضمنت عقلي ما اضمن قلبي بهالشيء بالذات. اكيد بي يوم بيحن وبيشتاق، حتى انت بي يوم بتحن وبترجع. اتحداك ارجع، انا دفنت سري وقلبي هني عشان نفسي ما تهوس علي وتردني لورا. ما ابغي شيء يرجعني، انا رايح لقدام قدام لين الله ياخذ امانته. صدقني بترجع يا عبد العزيز. اي نعم رجعت يا ناصر. تعرف ليش رجعت يا ناصر؟ ليش انك مت وندفن معاك كل أسرارنا.